بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 55 من PHP Lecture، اللي هي نحكي على String Function. ناخذ Parse، Parse Star. هاي Parse Star بيها String، تاخذ String R اللي هو Require، و Array هو Option. نجي ننفذها ونشوف ايش راح تسوي. راح ناخذ مثلا هذا اللينك نيم أسامة اند ايج 32 والير والسكيل والى اخره. قلنا له بير ستار المن لللينك، بير ستار المن لللينك. فهو سواله لينك، يعني سوى هاي. فايش سوى؟ خزنهم. فقلنا نريد نطبع النيم. من نريد نطبع النيم، ايش قال النيم؟ قال النيم أسامة. اذا نريد نطبع ليش؟ اذا نريد وهكذا كلهم ممكن نطبع، لكن من نخلي شيء هنا ثاني اللي هو البار ستار لينك وماي اري. يعني نريد ننفذ هاي الاري، نخليه بشيء بالاري. ايش راح يقول؟ راح يقول الماي اري هو يجيب كل دول يسويهم اري، النيم أسامة الايج 32 الى اخره. هاي الحاله الثانيه اللي حطينا ماي اري. الحاله الاخرى اللي نريد نتعرف عليها هو ان ال 2 او 2 بي ار. هاي معناتها شنو؟ معناتها ان ال 2 بي ار معناتها نيو لاين تو شنو؟ بريك تايم. إذا فرضنا عندنا الـ str هي هذه أو الـ string هو هذا بهالشكل، وهنا n يعني يعطينا سطر آخر، يعطينا سطر آخر، فشنو الناتج؟ الناتج هذا الثلاث حالات إحنا سويناها example 2 example 3 و example 4 هي نفس الـ output نفس الـ output. هاي الـ output شو وقت؟ هاي الـ output فيما خلينا الـ n l 2 b r وخلينا هنا star وما خلينا شنو؟ ما خلينا اري. طيب اذا خلينا فولس مره او مره ترو، الفولس يشتغل نفس هاي، لان هاي ما خلينا، هو الفولس هو الديفولت مال فولس، اذا هذه وهذه راح يعطينا نفس الناتج. طيب وهاي ترو ايضا يعطينا نفس الناتج، لكن وين الاختلاف؟ الاختلاف عندما نروح للانسبكشن. الانسبكشن لازم نكبر اللي يطلع. طلع من الانسبكشن ونروح على البودي، هذا البودي بهذا الشكل طلع. نشوف يقول احنا خلينا بي ار بي ار بي ار بي ار بي ار، يعني شنو معناته؟ تعطينا فراغ. لكن من نروح على السورس يصير هذا السورس، وهنا نسوي كليك ونشوف السورس. السورس هذا البي ار، اي لوف بي ار، وهذا اي لوف بي ار. شوف الفرق هنا بي ار وياها قفله، وهنا بي ار ايضا وياها قفله اللي هي بدون، وهذه الفولس، هذه الفولس العفو، هذه هي الفولس. الفولس هي متشابهه بالضبط. اذا هذه ما بيها قفله، وهذه بيها قفله، وهذه ايضا شنو بيها قفله، شنو اي لوف وبي ار وبي قفله وبي اتش بي. هذا الفرق بينات الاثنين. اذا شنو معناته؟ معناته هذا بدون الاري راح يعطيني قفله، ويا ترو يعطيني قفله، وبدون ترو فولس، يعني فولس هو يعطيني بدون قفله. هنا نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.